السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة تفوق بامتياز. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نعطيكم تخدموا على واحد الامتحان جهوي، يعني اقترحت عليكم واحد النموذج ديال الامتحان جهوي او فرض يمكن لكم ديروه في القسم، ولكن التنقيط دائما هو تنقيط ديال الجهوي واسئله، يعني باسئله بحال داكشي اللي غادي تلقاو قدامكم نهار الامتحان الجهوي. غادي نخلي لكم هذا الامتحان الجهوي في لاباج فيسبوك اللي هي قناه تفوق بامتياز جروب فيسبوك، دخلوا لي غادي تلقاو هذا الامتحان، هذا غادي نصوره وغادي نحطه لكم. نتمنى انكم تخدموا، وحددت لكم حتى لو شابيتر، لو شابيتر نهار الامتحان ما كيقولوش لك اين شابيتر عندك، انت راسك خاصك تكتشف لو شابيتر، حيت ملي كنعرفوا لو شابيتر كيسهل علينا بزاف ديال الحوايج، كنعرفوا لو كوندوني فين كاين وكنقدروا اننا نجاوبوا على عده اسئله. المهم لو شابيتر ان اللي عندكم في هذا الامتحان هذا ديجا شرحته، غادي تلقاو فلاشين كامل مشروح، دخلوا تفرجوا في هذاك لا فيديو باش تفهموا لو تيكست، وابخي بداو تخدموا لي كيسيون. مي غير مسموح لكم انكم تغلطوا في لي زانفورماسيون الاساسيين ديال الروايه، ما تغلطش في لو تيتر، ما تغلطش في الكتابه ديال السميه ديال لوتور، يعني داك الشيء اللي عطيتكم في فيش دو ليكتو خاصكم تكونوا شديتوه وغرافيتو في الدماغ ديالكم وخدموا بلا اوراق. الا بغيتي تخدم ما تحطش قدامك المعلومات الاساسيه وتبدا تنقل وتجاوب على الامتحان الجهوي، حيت ما غادي تستافد حتى شي حاجه. ديروا محاولات، غادي نعطيكم واحد النهار خدموا فيه هذا الامتحان الجهوي، وابخي غادي نلوح لكم الكوريكسيون ديالو ان شاء الله. الى اللقاء، الى فيديو مقبل ان شاء الله، والى معلومه جديده.